خلينا ناخذ اتصال معانا ابو داود. تفضل ابو داود. مرحبا علي. اهلا وسهلا. شلونك؟ هلا وحبيبي. حبيبي انا من العراق موصل. اهلا وسهلا بيك. بس ممكن اسالك سؤال بس عندي. تفضل. احنا يعني كثير ما اريد يعني اريد اصلي بالبيت بس ما عندنا هذاك يعني شلون اقول الروح القويه للصلاه يعني الدفعه. شنو انت اللي تحسه انه بدأ تصير عندك هاي الدفعه او هاي المعنويات انه تصلي؟ شنو اللي دا تحسه او شنو اللي دا يخليك ما تصير عندك هذه المعنويات؟ هل انت وعائلتك ام لوحدك ام كيف؟ انا وعائلتي كلتنا ما بس افتح حق على الانجيل وهالشكل. يا ربي ايش وقت انا افتح ولا هذا الانجيل خاطر الله. واو تفضل قسام. يعني انا دا احس باشواق قلبه انه يريد يدخل إلى محضر الله، يريد يسبح الله، يريد يرنم، يريد يعبد، يريد يصلي. عنده أشواق كثيرة، لكن أكو إعاقات ما دي يعرف ممكن، أو ممكن يعني ما اختبر هذا الشيء. أريد أقدم لك نصائح بسيطة. أول شيء أنه حتى تدخل إلى محضر الله، فقط أنه ادخل أبوابه بالحمد والتسبيح. سبح الله، يعني قل له كلمات من كل قلبك، كلمات بسيطة، وافتح المزامير وقل له كلمات بسيطة، أحمدك يا رب، أشكرك على كل النعم اللي انطيتني إياها. ادخل هالشكل، شوف الرب راح ينطيك وراح يدخلك إلى محضرة، راح ينطيك كلمات وراح يحول بيتك. لا تبدي بطلبات، لا تبدي بطلبات شخصية، لا تبدي بطلبات اللي تخص عائلتك ولا تخص أنت ولا تخص نفسك. اطلب ملكوت الله وبره، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وشوف انه الله. لكن انا المس عندك شوق، هذا الشوق الله راح يستخدمه، صدقني هذا يمكن هذا الشوق كافي. الله راح يرسل لك ناس راح يعرفك. شلون هسه انت دخلت على البرنامج مالتنا ودا تسمع ترنيم وتسبيح الصلاة. وتسمع كلمات وصلوات. ايضا الله راح يخلي لان عندك هاي الاشواق، الله راح يخلي قدامك وراح يفتح امامك كل الابواب، واحنا نصلي من اجل هالموضوع. لكن انت كل يوم افتح اسمع ترانيم، افتح الكتاب المقدس مالك، اقرا سفر المزامير، اقرا التسبيحات بسفر المزامير، شارك عائلتك، انت وعائلتك سوي مذبح عائلي، وقدم للرب شكر وحمد قلبك من كل قلبك. كلمات بسيطه ما يحتاج، ممكن احنا لانه احنا صارنا سنين طويله بالايمان ممكن نتكلم كلمات، لكن مو شرط انت تتكلم مثلنا، تكلم بكلمات بسيطه. الله يعرف قلبك، الله يعرف النات قلبك ويعرف هذا الشوق اللي بقلبك. اطمئن الله، انا متاكد وراح اصلي انه الرب يفتح امامك الابواب. زين انا عندي شوق بقلبي اسالك هذا السؤال اخويا ابو داود. اول شيء ابو داود، انت حاليا بالعراق ام في امريكا؟ بالموصل. لا انا بامريكا. بامريكا حاليا. اوكي، بس هو اصلا من الموصل. زين ابو داود اصلك من الموصل وانا من الموصل وكلتنا اخوه من وين ما كنا. ابو داود، هل انت لك شوق انه قس سالم يصلي وياك؟ هل انت عندك اشتياق انه تشوف مفعول الصلاة وكيف الرب يغير في الصلاة؟ هل انت عندك شوق انه الله يغير قلبك، الله يغير حياتك، يخليك تفتح الكتاب المقدس، يزور قلبك، يخلصك انت وعائلتك؟ لان قال بالبداية لتخلص انت واهل بيتك. الرب يريدك انه تخلص انت وكل عائلتك، لكن انت اذا ما عندك هذا الشوق وما عندك هذه الرغبة انه تفتح الكتاب المقدس، لكن في نفس الوقت انه عندك اشتياق انه تريد تشوف شكو بالكتاب وتريد تشوف شنو اللي بالكتاب المقدس وكيف تصلي، هل تحب قسالم يصلي معك بهذا الوقت حتى الرب يغير في قلبك وفي حياتك واهل بيتك؟ اي نعم. آمين. 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 أنا وزوجتي قاعدين هسه. آمين. نشكر الرب. صلي معي، صلي معي يا أخ أبو داود، إنه الرب يفتح قلبك الآن. يا رب يسوع،
ردد هذه الكلمات معي، ردد هذه الكلمات، خليها تكون كلمات نابعة من قلبك. يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أشكرك، أشكرك من كل قلبي، من كل قلبي، لأن أعطيتني هذه الفرصة، لأن أعطيتني هذه الفرصة أسمع كلمة من عندك، أسمع كلمة من عندك. يا رب افتح قلبي، يا رب افتح قلبي حتى أسمع أنات قلبك، حتى أسمع أنا قلبك. يا رب افتح فمي، يا رب افتح فمي، وضع تسبيحة في فمي، وضع تسبيحة في فمي حتى أكلمك، حتى أكلمك. يا رب تعال وزور بيتنا، يا رب تعال وزور بيتنا، زور عائلتي، زور عائلتي، افتقدني بمحبتك، انتقدني بمحبتك. أنا مشتاق يا رب أن أكون معك، أنا مشتاق يا رب أن أكون معك، لأنه أنت إلهي، لأن أنت إلهي، أنت مخلصي، أنت مخلصي، أنت حبيب قلبي، أنت حبيب قلبي يا يسوع. أشكرك، أشكرك من أعماق قلبي يا رب، أشكرك، أشكرك من أعماق قلبي يا رب، باسم يسوع المسيح أصلي، باسم يسوع المسيح أصلي. آمين، آمين يا رب. أخونا أبو داود، أنت صليت هذه الصلاة، أصدق أو صلي، ممكن تصلي نفس هذه الكلمات، قل يا رب أريد أن أتبعك كل أيام حياتي، أريد أكون في علاقة حميمة معك، أريد أختبر العالم الروحي، أختبر علاقة جديدة معك. هاي الكلمات صلي بيها أنت وعائلتك، شوف راح تختبر شيء جديد وراح تختبر نعمة جديدة. وأنصحك يعني ممكن تدور على كنيسة، تعلم كنيسة حية تعلم الكتاب المقدس، تدور على مجموعة درس كتاب، مجموعة بيتية تكون وياهم عضو، تدخل وياهم راح تتعلم هواي أمور كثيرة، وراح تشوف إنه حياتك كلها تغير وحياة عائلتك كلها تغير. طبعاً هسا أنت تحكي أستاذ العزيز، عبالك أشكل ماي بيغت تنزل على قلبي. آمين. صدقني ما يعني مو برش يعني ما مجاملة ولا، بس هكذا ماي بيغت تنزل على قلبي. آمين. عزيزي، عزيزي أبو داود.